السلام عليكم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هقول لكم أفضل 10 أطعمة تعمل على تحسين الدورة الدموية في الساقين، واللي هي أطعمة غنية بالبوتاسيوم، اللي هي البطاطس والموز والبروكلي، الشمس، فيتامين دي من الشمس، والأسماك كمصدر للأوميجا، العنب أيوة قدامكم زي ما شايفين العنب. رقم 6 الشاي الأسود أو الشاي الأخضر، زي ما شايفين شاي أسود شاي أخضر شاي أخضر هنا قدامكم. طيب بعدين الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو، والكاكاو شوكولاتة داكنة وكاكاو. بعدين التوم رقم 4 الثوم. بعدين الخضروات الورقية الخضراء زي ما شايفين كلها أخضر، الفلفل الحار، وفيتامين سي اللي بتواجد فيه البرتقال والطماطم ومظر.